وللمزيد أيضا من المتابعة ينضم إلينا من غزة الأستاذ حسني مهنا المتحدث باسم بلدية غزة. يعني كل العزاء في شهداء ونتمنى السلامة لكل المصابين. أستاذ حسني، كيف تبدو الأوضاع مع يعني صبيحة هذا اليوم بعد القصف العنيف الذي شهده قطاع غزة؟ يعني حتى هذه اللحظة لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات عنيفة على مدينة غزة وعلى مناطق متفرقة من القطاع. تركزت هذه الغارات في ساعات الليل ومنذ ساعات عصر الأمس وحتى هذه اللحظة في المنطقة الجنوبية الغربية من مدينة غزة، في محيط الجامعات ومنطقة ما يعرف بالكتيبة وأمصار، هذه المنطقة التي تضم العشرات من المؤسسات التعليمية والمكاتب الإدارية والمؤسسات الحكومية والمنازل والمباني السكنية التي تعود للمواطنين بشكل وحشي وبإطلاق سلسلة من الصواريخ المتتالية في كل غارة جوية. هذه الغارات التي نسمع أصواتها بشكل كبير جدا وتسبب اهتزازات كبيرة جدا نتيجة للقوة التفجيرية للصواريخ المستخدمة في هذا في هذه الغارات. يعني هذه الغارات أدت إلى ارتقاء العديد من الشهداء حسب ما أعلنت وزارة الصحة في آخر تحديث لها، أن أعداد الشهداء قد تجاوزت 704 شهداء حتى هذه اللحظة، وارتقاء ما يزيد عن 4000 مصاب منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة. يعني من بين الشهداء أيضا الذين ارتقوا الليلة الماضية ارتقى صحفيين أثناء عملهما في تغطية الأحداث وأحداث العدوان الإسرائيلي على غزة، وذلك أثناء قيامهم في تغطية عملية إخلاء أحد المباني السكنية المهددة بالقصف غرب المدينة. هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق أبناء شعبنا الفلسطيني منذ بداية هذا العدوان الذي يعني تتصاعد همجيته شيئا فشيئا منذ بدايته يوم السبت الماضي. يعني الاحتلال الإسرائيلي لا يزال حتى هذه اللحظة يستهدف المباني السكنية، يستهدف المساجد، يستهدف المدارس التي تستخدم كإيواء للنازحين من منازلهم ومن المناطق التي هددها الاحتلال بشكل مباشر. حتى هذه اللحظة الأوضاع صعبة جدا، الظروف الإنسانية والحياتية. يعني أستاذ حسني، سنتحدث عن الظروف الإنسانية بشكل موسع، ولكن ما أود السؤال عنه، ونحن نشاهد الآن يعني هذه الصور الحية من غزة لطبعا المباني المهدمة، هناك تصاعد أيضا لأعمدة الدخان، هل هذه ناجمة عن صواريخ جديدة خلال ساعات الصباح أم أنها لا زالت يعني أثارا للقصف الإسرائيلي الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس؟ يعني بالفعل هذه النيران المفتعلة في العديد من المناطق الواقعة جنوب غرب مدينة غزة هي نيران اشتعلت منذ ساعات مساء أمس ولا تزال مفتعلة حتى هذه اللحظة، نظرا لعدم إمكانية وصول طواقم الإنقاذ إلى تلك المنطقة، سواء كانت طواقم الدفاع المدني أو طواقم البلديات التي عملت طوال الليل بحذر شديد نظرا للاستهداف العشوائي الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق قطاع غزة، خاصة في المنطقة التي تحدثنا عنها الجنوبية الغربية من المدينة. منذ الأمس وصلت العديد من المناشدات لطواقم البلديات والدفاع المدني بأن هناك العشرات من العوائل محتجزة في يعني المباني السكنية وأسفل هذه المباني وتحاول الخروج، لكن من شدة القصف الإسرائيلي وعشوائيته لا تتمكن من الخروج. قامت الطواقم مشكورة
إخراج العديد من هذه العوائل، ويعني التواصل مع باقي العوائل الواقعة في القرب من أماكن الاستهداف وفي منطقة الخطر الشديد، وقامت ب يعني إرشادهم فيما يتعلق بتأمين أنفسهم وكيفية الحفاظ على أرواحهم وأرواح أبنائهم حتى تتمكن من الوصول إليهم في الساعات القادمة. لكن الظروف يعني في تلك المنطقة صعبة جدا. إسرائيل تستخدم قنابل جديدة شديدة الانفجار، قنابل تدميرية بشكل كبير جدا، قنابل تتسبب بإحداث اهتزازات كبيرة في على مسافات بعيدة، تسمع أصواتها في مناطق مختلفة جدا. هذا الأمر الذي يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي يهدف من خلاله إلى تدمير البنية التحتية بشكل كامل في قطاع غزة. يعني سياسة الأرض المحروقة التي يعني التي تستخدمها قوات الاحتلال في قطاع غزة الآن يعني ستؤدي إلى يعني جرائم ومجازر كبيرة، ستؤدي إلى تدمير القطاع بشكل كبير جدا، وهو ما نشاهده الآن في الصور وعلى أرض الواقع أثناء تحركاتنا في مدينة غزة خلال عملنا في بلدي غزة. نعم، يعني وإذا ما تحدثنا بالتأكيد يعني كما ذكرت أستاذ حسني، بالتأكيد يعني الأوضاع الإنسانية باتت صعبة في غزة ومرشحة للمزيد. أيضا نرى في هذه الصور الواردة للقاهرة الإخبارية يعني ما بين الحطام وبين الأسر التي تحت الأنقاض، وأيضا يعني تحدثت وسائل الإعلام أيضا عن استشهاد 14 شخصا من نفس الأسرة. يعني أوضاع صعبة بالتأكيد لأهالي قطاع غزة. اليوم كيف يتعامل الغزيون خاصة يعني فيما يتعلق بنقص الموارد الطبية والمستلزمات؟ ونحن نشاهد أيضا صورا من أمام مستشفى الشفاء الذي شهد انقطاع للكهرباء، النزوح، يعني هناك نزوح داخلي ب100,000 و137,000 كما ذكرت التقارير. يعني أوضاع صعبة، كيف تراها أستاذ حسني وكيف يتعامل معها الغزيون؟ يعني الظروف الحياتية حاليا وصلت إلى مرحلة يعني كبيرة من التعقيد الشديد، وتنذر بكوارث إنسانية، خاصة أننا نتحدث اليوم عن صفر من المستلزمات والمستهلكات الطبية في مخازن وزارة الصحة. نتحدث بناء على ما صرح به الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة، عندما نتحدث عن انقطاع كامل للتيار الكهربائي عن قطاع غزة، نتحدث عن نقص حاد في الوقود اللازم لعمل كافة المؤسسات الخدماتية وعمل المولدات الاحتياطية اللازمة لتشغيل هذه المؤسسات الخدماتية، عندما نتحدث أيضا عن تدمير كامل لكل يعني المؤسسات أو الخدماتية واستهداف الطرق الرئيسية بشكل كبير جدا في مدينة غزة، إضافة إلى استهداف يعني مباني ومقرات مجاورة لمجمع الشفاء الطبي، المجمع الأكبر الذي يخدم سكان قطاع غزة بشكل أساسي. اليوم هناك جرائم عديدة ترتكب بحق المواطنين. هذه الجرائم وهذه الأزمات المتتالية التي يدخل فيها الغزيين من انقطاع التيار الكهربائي ووقف إمداد المياه لقطاع غزة، وأيضا وقف إمداد الوقود إلى القطاع، إضافة إلى عدم إدخال المستهلكات والمستلزمات الطبية والمواد الدموية إلى قطاع غزة في ظل يعني حرب شرسة وشديدة شديدة جدا على سكان القطاع المحاصر العام 16 على التوالي. هذه كلها تنذر بمزيد من التعقيد فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية والبيئية. هذا الأمر الذي أدى إلى توقف أكثر من 200 بئر عن ضخ المياه الأبار المحلية التي يعني التي خرجت معظمها عن الخدمة نتيجة لشدة ملوحة هذه الأبار. اليوم البلدية تحاول إعادة تشغيل هذه الأبار لتعويض السكان عن النقص، لكن هذه الأبار يعني هي آبار مالحة جدا
يمنع عملها في الأوقات الطبيعية نظرا لشدة ملوحتها وللأضرار الصحية لها، لكن تحاول البلديات والمؤسسات الخدماتية القيام بدورها بأي شكل من الأشكال حتى لا تنقطع الخدمات عن المواطن الغزي في هذه الظروف الصعبة. هناك أيضا أكثر من 150 ألف كوب من مياه الصرف الصحي تتسرب إلى شاطئ بحر المدينة وإلى شوارع المدينة بفعل توقف محطات الضخ الصرف الصحي في مختلف الأحياء والمناطق السكنية. وكيف ستتعامل البلدية مع مثل هذه يعني الأوضاع الصعبة، ويعني وهذه من مهام البلدية أستاذ حسني؟ يعني حال البلدية هو كحال أي مؤسسة خدماتية عاملة في قطاع غزة في ظل انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة. عندما نتحدث عن انقطاع التيار الكهربائي لمدة تزيد عن 20 ساعة يوميا، عندما نتحدث عن شبه نفاذ في كميات الوقود المتوفر لدى البلديات، عندما نتحدث عن وقف امداد البلديات بالمياه اللازم للمواطنين وللاستخدام اليومي، عندما نتحدث أيضا عن عدم توفر الآليات والمعدات اللازمة للتعامل مع الأنقاض والمباني المدمرة والركام الموجود الآن على شوارع رئيسية موجودة في مدينة غزة ويعيق حركة سيارات الإسعاف ومركبات الإنقاذ والدفاع المدني والبلديات. كل هذه الأزمات يصعب التعامل معها بالشكل الطبيعي، لكن بإصرار وبجهود الطواقم البشرية الموجودة تحاول البلديات العمل وفق الإمكانيات والموارد المتاحة لديها حتى يعني نخفف عن أبناء شعبنا ونعزز من صموده في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر. لكن الأوضاع صعبة للغاية، الأوضاع تزداد تعقيدا شيئا فشيئا. نأمل من يعني الجميع يعني التدخل في هذه اللحظات، نطالب المجتمع الدولي بالتدخل لجم الاحتلال الإسرائيلي ووقف جرائمه البشعة بحق أبناء شعبنا شعبنا الفلسطيني جراء القصف الإسرائيلي والغارات الإسرائيلية العنجهية على قطاع غزة. نأمل أيضا من المجتمع الدولي يعني رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وفتح المعابر وإدخال كل ما هو يعني كل ما يحتاجه أبناء شعبنا. ما هي توقعاتك أستاذ حسني لليوم، وخصوصا بأن يعني رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يتوعد بحرب شرسة وبحرب برية أيضا، وهناك استعدادات على ما يبدو لذلك؟ يعني الصورة قاتمة والصورة سوداوية بشكل كبير جدا في ظل التصريحات الإسرائيلية التي تؤكد أن إسرائيل لن تراعي حرمة لأي مبنى سكني، لأي طفل، لأي امرأة، لأي شيخ، لأي يعني مريض. الاحتلال الإسرائيلي الآن يحاول استعادة صورته لدى المجتمع الإسرائيلي والعالم، سيحاول تنفيذ ما يستطيع من جرائم يعني يكسب موقفا داخليا وخارجيا، لكن هذا الأمر سيكون على حساب الغزيين وعلى حساب شعبنا في قطاع غزة. لذلك نطالب العالم أجمع بالتدخل لوقف جرائم الاحتلال ويعني فتح المعابر وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة حتى يتمكن أبناء شعبنا الفلسطيني من العودة لحياته الطبيعية واستعادة عافيته بعد هذه الأيام القاسية من العدوان الإسرائيلي. نتمنى لكم السلامة أستاذ حسني مهنا المتحدث باسم بلدية غزة، كنت معنا.